مساء الخير على جمهور نادينا الملكي، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا ملوك الصالات، البرنامج اللي بنتابع فيه اخبار العاب البطولات والانجازات، الالعاب اللي ليها رصيد كبير من البطولات والالقاب مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الافريقي والدولي. ولكن في بدايه حلقتنا خلينا نشوف هيكون معانا ايه النهارده. الجهاز الفني لفريق سله الزمالك يفاضل بين 3 محترفين. طائرة الزمالك تواصل استعداداتها للموسم الجديد. الزمالك يعلن عن المدير الفني الجديد لفريق اليد الأسبوع المقبل. التركيز شعار لاعبي منتخب اليد قبل مواجهة تونس. عبد الموجود يفوز بالذهبية ويسري بالبرونزية في جودو البحر المتوسط. علي زهران يحصد برونزية جهاز الحلق بألعاب البحر المتوسط. عزمي محلبة يحقق برونزية الرماية بالبحر المتوسط. ومن التقارير هتلر الصغير يكتب السطر الأخير مع الكوماندوز. بطل قصتنا النهاردة هو كابتن باسم السبكي، أسطورة زملكاوية في كرة اليد. أما عن ضيوفي اللي هيشرفوني وينوروني النهاردة فهم طبعا كابتن محمود حسين نجم الزمالك السابق لكرة اليد، ودكتور طارق لطفي مدرب الزمالك السابق لكرة اليد. قبل ما نروح لتفاصيل حلقتنا النهاردة عايزة أتكلم عن موضوع أي رياضي للأسف لازم يعيشه، وبيكون عبارة عن لحظة حزينة جدا جدا على اللاعب، أو اللحظة الأصعب على الإطلاق في مسيرته من أول ما بيبتديها. واللحظة الأصعب دي دايما بتكون عند اعتزاله، بجد مفيش لحظة بتكون أصعب من كده. اللحظة دي اللاعب بيقعد يسترجع فيها شريط الذكريات من البداية للنهاية، وبيقعد يفكر بدل المرة 1000 طب أعتزل ولا استنى سنة كمان ولا استنى سنتين كمان ولا لا مش هقدر. بيبقى بجد مشاعر كتيرة قوي متلخبطة، لأن أنا النهاردة فكرة أن أنا أقول أن أنا هعتزل ده مش حاجة عادية، مش حاجة سهلة، مش قرار كده بقوم الصبح أخده وبيبقى عبارة عن بوست بكتبه على الفيسبوك وحاجة في منتهى السهولة. لا 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 لا، ده موضوع بيبقى صعب جدا. يعني أنا متخيلة مثلا هتلر وهو بيكتب البوست اللي كتبه على السوشيال ميديا امبارح وهو بيعلن اعتزاله، وطبعا محمد ايهاب اللي هنتكلم عنه برضه ولكن في بعد الفاصل. يعني الناس دي وهي بتيجي تكتب البوست ده ما بيبقاش بسهوله كده، ده بيبقى يعني زي ما بيقولوا بيكتبه بدموع عينيه، لانه دي حياته كلها اللي قعد مثلا من وهو عنده 5 6 سنين بيلعب كره يد لحد ما بقى عنده مثلا النهارده 37 38 سنه، 30 سنة أو أكتر هو ما يعرفش حاجة في حياته غير الرياضة دي. يمكن هتلر بيشتغل في شركة بالتأكيد وكل الكلام ده، لكن بجد حياته أكتر وكل حاجة بالنسبة له هي عبارة عن كرة اليد، هي يومه، هي محور يومه، هي محور حياته. بيقوم الصبح عامل حسابه انه هيروح شغله ويخلص شغله ويطلع على الجيم وبعدين التمرين، وبعدين لو قعد بعد التمرين مثلا في مساج في جيم تاني في علاج طبيعي، وبعدين يرجع بيته، وبعدين بيبدا تاني يومه بنفس الطريقه. وبيبقى بجد كره اليد او اللعبه اللي اي رياضي بيلعبها بتبقى محور حياته. ازاي هياخد اجازه من شغله علشان عنده ماتشات او عنده تمرين؟ ازاي هياخد اجازه من شغله عشان عنده معسكر ومسافر بره مصر؟ ازاي هياخد اجازه من شغله علشان عنده دوره مجمعه؟ هي محور حياته، اللعبه اللي هو بيلعبها دي بتكون محور حياته. فمش سهل ابدا على اي لعيب ان هو يقوم النهارده يقول والله انا قررت الاعتزال. الموضوع ده صعب قوي قوي، وبتبقى بقى بين نارين، طب اعتزل؟ لا، طب استنى سنه كمان، طب يمكن اقدر ادي سنه كمان، طب لا مش هقدر. زي ما حضراتكم شايفين معانا البوست على الفيسبوك طبعا وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي هو نزلها، يمكن
اصحابه اتكلموا معاه كتير، وزمايله في الفرقه والجهاز الفني والاداره اتكلموا معاه كتير في فكره انه يعني طبعا احمد مرتضى منصور القائم باعمال ملف الصالات اكيد اتكلم معاه، واكيد لسه اصحابه هيتكلموا معاه اكتر. ويمكن لما كنا مستضيفين الاحمر وفلفل هنا كانوا بيتكلموا في فكره انه لا احنا مش هنسيبك تعتزل، احنا مش هنسيبك تاخد القرار ده، احنا لانه فعلا الموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل ابدا، موضوع صعب جدا 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 على اي رياضي. شريط ذكريات بقى بيعدي من قدامه، ازاي بدا اللعبه، مين حببه في اللعبه دي، ازاي انضم للناشئين، مين اول مدرب قال له انت عندك موهبه، ازاي تصعد للفريق الاول، وازاي حارب وتعب واجتهد علشان يثبت نفسه ويلعب اساسي في فريق زي فريق الزمالك اللي هو الفريق الاقوى والاعرق والاتقل في افريقيا كلها. كمان قدر يحافظ على مكانه في التشكيل الاساسي، ازاي لقبناه بفكره ان هو صخره الدفاع، ازاي طول الوقت كنا نقعد نقول ده صمام الامان للدفاع للكوماندوس في نادي الزمالك، وانه قد ايه بجد بعده هنبقى حاسين ان احنا عندنا مشكله دفاعيه رهيبه رهيبه، لان فعلا هو كان صخره الدفاع زي ما بنقول عليه، بيقفل الدفاع بشكل كبير جدا، عنده روح وحماس، مش مجرد ان هو عارف دوره والتسليم والتسلم في الدفاع وكل الكلام ده، لا كمان فكره ان هو طول الوقت بيتكلم مع اصحابه وبيحفزهم وهو ليه طريقه حماسيه كده في تحفيز زمايله. لا يعني بجد انا مش متخيله اني هروح اتفرج على الماتشات وهاتلر مش موجود، بجد يعني حاسه انه لا احنا هيبقى ناقصنا حاجه كبيره قوي 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 بالتاكيد. اللحظه اللي بيفكر فيها كمان اللاعب في وقت الفرح وحصد البطولات والانتصارات وكمان وقت الانكسار والهزايم، وازاي قاموا هو وزمايله من الانكسار او الخساره دي لا قدر الله. شريط ذكريات بقى، هو شريط ذكريات بيقعد يفكر، والمعسكرات سواء مع الفريق المنتخب، المواقف الطريفه مع زمايله، بجد لا يعني وهو بيقدم او بيكون مقبل على قرار زي ده ويكتب على السوشيال ميديا، يعني انا متخيله شعوره واحاسيسه ومشاعره كانت عامله ازاي وهو بيكتب على السوشيال ميديا قرار اعتزاله او بيعلن اعتزاله. انا متخيله بجد قد ايه الموقف، هي مش مجرد كلمتين كتبهم والسلام وقفل الموبايل ودخل نام لا 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 لا، الموضوع صعب جدا جدا جدا. يعني انا فاكره يوم ما قررت انه خلاص انا مش هلعب هاندبول تاني، انا كنت حاسه ان انا لا يعني روحي بتروح، لانه ذكرياتي وحياتي وكل حاجه، يومي عباره عن انه بيجي علينا انه مرحله خلاص انت لازم تقف عند المرحله دي وتختار كارير تاني، انت مش هتفضل طول عمرك لعيب هاندبول، يا تختار كارير بقى انك تبقى اعلامي، يا تختار كارير انك تبقى مدير فني، يا تختار كارير انك تبقى كادر اداري، بس ما هو لازم المرحله دي هتخلص. بس طول الوقت بيبقى عندنا احساس كده انه احنا مش عايزين المرحله دي تخلص، احنا المرحله دي حلوه قوي، ذكرياتنا واصحابنا والتمرين والماتشات والبطولات وفرحه ان احنا كسبنا بطوله، وذكريات لما بنخسر بطوله ونبقى قاعدين بنلم بعض ونتكلم انه لا يا جماعه احنا هنفوق وهنعمل انتصار جديد وهنجدد طموحاتنا من تاني، وده احنا كان بيبقى صعب علينا جدا جدا، كانت بتبقى اصعب فتره علينا الفترة اللي هي بتاعت انه الموسم خلص خلاص وهنقعد شهر ولا اتنين عندنا امتحانات، ولا مثلا خلاص الفترة الانتقالية دي ان احنا هنقعد شهر مثلا ما نشوفش بعض، هنقعد في البيت مثلا شهر، يمكن الدنيا بقى هتاخدنا ورانا مثلا مصايف، ورانا امتحانات، ورانا هنقعد مع اسرنا. الشهر ده كان بالنسبة لي مثلا ده من اصعب الشهور في السنة كلها اللي هو بيبقى من غير هاندبول ده، انا بجد ده اكتر شهر كنت بحس، اخر ماتش مثلا في الموسم ده كنت بحس باكتئاب غير طبيعي، انا عايزه الموسم لا الجديد يبدا بقى، انا عايزه فتره الاعداد تبدا واروح واقابل اصحابي تاني ونروح الماتشات ونكسب ونفرح، وحتى لما نخسر نتجمع تاني ونلم بعض. يا جماعه اللعبه او الرياضه اللي اي رياضي بيلعبها هي مش بالنسبه له مباراه، اصله رايح التمرين وراجع من التمرين ورايح الماتش وراجع من الماتش، لا دي ذكريات وحياه كل حاجة كل حاجة بجد. فأنا متخيلة شعوره يعني، ولكن للأسف الكل بيجي عليه وقت لازم يمر باللحظة دي عشان دي سنة الحياة.
انا بتمنى ان هو يعني لما مثلا اصحابه مثلا بالذات الدوليين لما يرجعوا يتكلموا معاه، مثلا الاداره لما تتكلم معاه، الجهاز الفني لما يتكلم معاه، انا بتمنى ان هتلر يرجع عن قراره. يمكن خلاص هو خد قرار الاعتزال وكل الكلام ده، بس انا بتمنى انه بجد ياخد قراره من تاني. يعني خليني اقول ان هتلر قدم كتير قوي مع نادي الزمالك، يمكن اخد كل البطولات، يعني ما فيش بطولة معينة هتلر ما خدهاش مع الزمالك، زي الدوري والسوبر المحلي وافريقيا، ابطال كؤوس وابطال دوري وسوبر افريقي وكاس مصر، بيتهيألي ما فيش بطولة هتلر ما خدهاش مع نادي الزمالك، حقق كل حاجة مع نادي الزمالك، سي في محترم جدا، تاريخ كبير، تاريخ كبير جدا جدا جدا. فطبعا يعني بنتمنى له كل التوفيق للمرحلة المقبلة بإذن الله، وبنتمنى له إن شاء الله تكون زي ما قدر يعمل انتصارات وإنجازات محترمة جدا على مستوى هو لاعب. بتمنى انه لا يكمل معانا سنه او اتنين كمان، يمكن يرجع في قراره، ولكن لو ما رجعش بتمنى له طبعا كل التوفيق في مسيرته المقبله، واكيد هو حابب يكون في التدريب وانه يكون مدير فني، وان شاء الله كل التوفيق ليه. هو حماسي قوي وجرانتا جدا، وبيتهيألي ان هو عنده ما يكفيه انه يكون مدير فني على اعلى مستوى، بتمنى له كل التوفيق في كل ما هو مقبل. خلينا نشوف التقرير ده عن هتلر ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات بالقميص الأبيض سطرها النجم محمد رمضان هتلر لاعب كرة اليد بنادي الزمالك على مدار سنوات طويلة، حفر بها اسمه بحروف من ذهب على جدران قلعة البطولات قبل أن يضع اللاعب الملقب بالصخرة آخر نقطة في مشواره مع الكوماندوز وإعلان اعتزاله الساحرة الصغيرة مع نهاية الموسم الحالي. أطلقت عليه جماهير الزمالك الصخرة والمقاتل وقلب الأسد، ولكن يبقى لقب ابن النادي هو الأقرب إلى قلب هتلر الصغير، لأنه واحد من نجوم كرة اليد المخلصين لنادي الزمالك الذي تربى بين جدرانه وعشق اللون الأبيض، فأصبح أحد فرسانه وأساطيره في ألعاب الصلاة. هتلر الصغير ورث عشق الزمالك وحب كرة اليد من شقيقه الأكبر أحمد رمضان هتلر، أحد رموز كوماندو زياد الزمالك، وسار على دربه حتى أصبح واحد من كتيبة كرة اليد الزملكاوية ومعشوق جماهير القلعة البيضاء. صخرة كرة اليد الزملكاوية ولد في شهر سبتمبر من عام 1984، وبدأ مشواره مع الساحرة الصغيرة في قطاع الناشئين بالزمالك وهو في سن 14 من عمره، فتعلم الإصرار والقتال كعادة أبناء القلعة البيضاء الذين يقاتلون من أجل القميص الأبيض الناصع. تدرج محمد رمضان في قطاع الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول ليصبح أحد الأعمدة الرئيسية في كتيبة الكوماندوز وواحد من الكباتن التاريخيين لكرة اليد الزملكاوية وصخرة الدفاع الأبيض التي تتحطم عليها هجمات المنافسين محلياً وقارياً وعالمياً. وخلال مسيرة طويلة في نادي الزمالك توج محمد رمضان هتلر بجميع البطولات المحلية والقارية مع فريق كرة اليد، وكان واحد من صناع المجد في الجيل الحالي للكوماندوز، محققاً لقب الدوري المصري أكثر من مرة، كما توج بدوري أبطال إفريقيا في مناسبات عديدة، وكذلك السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية، بالإضافة لكأس السوبر المصري وكأس مصر وسوبر دوري المحترفين وبرونزية مونديال الأندية. واختار هتلر الصغير الوقت المناسب ليزدل الستار على مشواره كلاعباً بعدما توج مع كوماندوز الزمالك بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، ليكون مسك الختام لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات في قلعة البطولات. ستبقى مسيرة هتلر الصغير في نادي الزمالك واحدة من قصص العشق التي سطرها قلب الأسد وكتبها بحروف من ذهب مقاتلاً ومدافعاً عن القميص الأبيض حتى آخر يوم في مشواره مع الكوماندوز. طبعا كل التوفيق لهتلر في كل ما هو مقبل، وبتمنى انه يرجع عن قراره باذن الله،
ولو ما رجعش بتمنى له كل التوفيق في حياته القادمة إن شاء الله، سواء على مستوى التدريب، ولا أنا متأكدة أنه هو أكيد على مستوى التدريب. زي ما هتلر أعلن اعتزاله، في بطل أولمبي هو كمان أعلن اعتزاله، وهنا بتكلم طبعا عن محمد إيهاب اللي ما كانش مجرد بطل في رفع الأثقال وبس، لا كمان كان بطل على كل المستويات، كان برضو نفس الشخصية أو نفس الأداء اللي هو بني آدم بجد عنده طول الوقت أمل وحماس وطموح جدا جدا جدا. يمكن إيهاب، محمد إيهاب أعلن اعتزاله لأنه الوزن اللي هو تقريبا 81 كيلو جرام مش هيكون موجود في أولمبياد باريس 2024، فعلشان كده هو أعلن اعتزاله، يعني هو ملوش مكان في باريس 2024، وللأسف ما حلفوش الحظ إنه يكون موجود في طوكيو 2021. ده برضو البوست بتاع محمد إيهاب. الظروف كانت دايما أغلب الوقت ضد محمد إيهاب، لكن دايما كان عنده نوع من التحدي والإرادة، واللي هو يعني أنا بجد كنت بحب أتفرج على بوستاته لأنه طول الوقت بتحس أنه هو بيديك طاقة إيجابية، بتحس أنه إحنا كل واحد فينا بيحصل له مشكلة قد كده، يعني مش اللي هو بيتحرم من أولمبياد ولا بيتحرم من حاجة بالعظمة دي، بيقعد يقول يعني والله يعني استغفر الله العظيم، بتلاقي ناس تقعد تقول لك اشمعنى انا يا رب والنبي، طب يعني ليه انا اخطأ، يعني طول الوقت بنبقى ساعات عندنا مشكله كده في ان احنا ما عندناش صبر على البلاء او ما عندناش صبر على الابتلاء، وطول الوقت بنبقى اشمعنى انا، يعني طول الوقت بنبقى زعلانين من اقل حاجه، من مشكله ممكن تبقى صغيره قوي قوي، يعني ممكن واحد يقوم من النوم الصبح يلاقي المايه قطعه، مش فعلا انا يا رب المايه عندي قطعه، بجد يعني في ناس بجد ما عندهاش صبر ابدا على الابتلاء. تخيل ده واحد اتحرم من اولمبياد اللي هي اعظم حاجه على الاطلاق انه يكون موجود في اولمبياد، وهو ما كانش ليه ذنب مثلا، لكن كان طول الوقت بينشر طاقه ايجابيه وبيتكلم بايجابيه جدا، وبيقول انه مش مشكله انا عندي تارجت تاني، انا مستني باريس 2024، ولما الوزن بتاعه ما كانش موجود في باريس 20 مش هيكون موجود في باريس 2024، فخلاص قال لك مش مشكله يعني، ودخل في مجال تاني على طول، المشروع القومي طبعا او المشروع البطل الاولمبي للمواهب طبعا. يعني كل ده الناس دايما بتجدد طموحاتها، والناس دايما بيكون عندها ايجابيه بشكل كبير جدا جدا، فطبعا برضو بنتمنى له كل التوفيق في كل ما هو مقبل. محمد ايهاب ناس واحد من الناس اللي بجد رفعوا اسم مصر في كل المحافل القارية والدولية والأولمبية، يعني بجد واحد من الناس اللي بجد على مستوى الرياضة المصرية احنا بنفتخر بيه، شابوه ليه بجد، وبنشكره على مسيرته اللي كانت حافلة بالإنجازات، وزي ما بقول رفع فيها اسم مصر في العالي كتير جدا جدا، وبتمنى له كل التوفيق في كل ما هو مقبل. مش عارفه ليه النهارده الدنيا مليانه اعتزالات كده، وناس بجد مؤثرين جدا، وناس غاليين على قلوبنا جدا، وناس فادوا الرياضه المصريه بشكل كبير جدا جدا، ولكن ده حال الرياضه ودي حال الدنيا، ان احنا لازم بنخلص مرحله علشان ندخل في مرحله جديده بالتاكيد. خلينا بقى نشوف التقرير ده عن بطلنا الاولمبي محمد ايهاب، ومنه الفاصل وبعدين نرجع نكمل حلقتنا. تنورة. لكل بداية نهاية، وهذه هي سنة الحياة في الرياضة، ومهما طال المشوار سيأتي اليوم الذي يعلن فيه أي لاعب الاعتزال وكتابة آخر سطر في مسيرة العطاء والكفاح والنجاح. تفاجأ الشارع الرياضي المصري خلال الساعات الماضية بإعلان الرباع الأولمبي وبطل رفع الأثقال المصري محمد إيهاب الاعتزال بعد قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال إلغاء وزن 81 كيلوغرام الذي كان ينافس فيه البطل الأولمبي المصري من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024. محمد إيهاب أو البوب كان يحلم بالمشاركة في أولمبياد باريس لتحقيق ميدالية أولمبية جديدة بعدما حرمه إيقاف رفع الأثقال المصرية من المشاركة في دورة طوكيو 2020. الرباع الأولمبي قرر كتابة آخر كلمة في مشواره كلاعب بعد مسيرة امتدت لأكثر من 15 عاماً كان فيها البوب بطلاً متوجاً على منصات التتويج في لعبة الأوناش، وحصد فيها عدد كبير من الميداليات المحلية والقارية والعالمية
قبل أن يحقق إنجازاً أولمبياً بالتتويج بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. محمد إيهاب ابن محافظة الفيوم الذي بدأ مسيرته الرياضية في المصارعة ثم اتجه إلى رفع الأثقال الذي ورث حبها عن والده لينطلق في سماء لعبة الأوناش ويطوع الحديد ويصنع المجد. محمد إيهاب عرف طريق الإنجازات والميداليات وهو في سن 18 عاماً وتحديداً في 2007 بالبطولة العربية في مصر والتي شهدت مولد رباع مصري بعدما حقق 3 ميداليات ذهبية. البطل الأولمبي حقق إنجازات عديدة في بطولات العالم وإفريقيا والبطولات العربية وحفر اسمه بحروف من نور على الحديد وزين عنقه بجميع ألوان الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بالإضافة لتحقيق أرقاماً قياسية في منافسات الخطف ليكون واحداً من أساطير رفع الأثقال. يبقى محمد إيهاب أو البوب بطل مصري أولمبي من الأبطال التاريخيين في رفع الأثقال خاصة والرياضة المصرية بشكل عام. شكراً يا بوب. نروح للجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة طبعا كابتن أحمد مرعي اللي أجل حسم ملف التعاقد مع المحترف للأسبوع اللي جاي، وده بعد ما تلقى عدد من السير الذاتية ل3 لاعبين. الجهاز الفني كان المفروض أنه هيعلن خلال الأسبوع ده عن اللاعب المحترف، ولكن فضل تأجيل الحسم خصوصا وأن لسه في وقت على بداية الموسم. كنا قلنا طبعا لحضراتكم قبل كده أن الفريق هيبدأ فترة الإعداد يوم الجمعة اللي جاية بدون اللاعبين الدوليين اللي متواجدين مع المنتخب. دي يمكن أهم الأخبار عن كرة السلة. خلينا برضو نعرف أهم الأخبار عن الكرة الطائرة. نروح للفريق الأول لكرة طايرة بنادي الزمالك اللي بيواصل استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة كابتن شريف السميرلي المدير الفني. طبعا الفريق خاض مران امبارح بصالة النادي ضمن فترة الإعداد الأولية اللي بينفذها الجهاز الفني، وده في غياب عدد من اللاعبين الدوليين والمحترف طبعا يوسيفاني اللي لسه في أجازة، بجانب طبعا عدد من اللاعبين اللي طلبوا الحصول على أجازة أيضا. الفريق بالكامل بقى هياخد أجازة الأسبوع اللي جاي وهيرجع بعد عيد الأضحى لبداية فترة الإعداد الأساسية بقى خلاص للموسم الجديد. كاميرا برنامج ملوك الصلاة حضرت تدريبات الفريق امبارح وعملت عدد من اللقاءات، خلينا نشوفها ونرجع نكمل حلقتنا. في البدايه عايز اسال حضرتك بقى طبعا نستاكل الموسم الجديد، واكيد موسم صعب وتحدي صعب بالنسبه لحضرتك بعد طبعا حصول الفريق في الموسم الماضي على بطوله الدوري وبطوله الكاس بعد غياب طبعا اكتر من 30 سنه. طبعا يعني هو تحدي كبير، طبعا المسؤوليه باذن الله يعني كبيره. يمكن انا عندي مقوله مشهوره جدا وبحبها قوي اللي هي نحن بنكبر بالتحدي. يعني دايما لما يكون في تحدي بيكون فرصة للمدرب والجهاز الفني، مدير فني والجهاز الفني واللاعبين ان هم وكل الاعضاء المشاركين في المنظومة بيبقى عندهم يعني هدف كبير جدا يبقوا عايزين يوصلوا له.
النقطة الثانية ان طبعا مسؤولية كبيرة وصعبة، لان كون ان الواحد بيكون في زي ما بيقولوا في يعني كسبان موجود في يعني في المكسب او في القمة، الوصول القمة ممكن يكون يعني اسهل بكتير جدا جدا من الحفاظ عليه. فاحنا عندنا طبعا تحدي كبير باذن الله بنسعى ان احنا نحققه، وربنا يكرم باذن الله. عندنا السنة دي 5 بطولات، لو الاتحاد اقام البطولة اللي هي يعني سموها بقى كأس التحدي او كأس الكؤوس اللي في الاول دي، فهتبقى دي اول بطولة ممكن تكون في شهر في نهاية شهر 10 او في بداية شهر 11، وبعديها في 4 بطولات تانيين. هيبقى في بطولة عربية محتمل انها تكون في نهاية شهر 2، وبعديها البطولة الافريقية برضو هتكون اما في 3 أو 4، وبطولة الدوري طبعا هي نهائياتها باذن الله تكون في شهر 4 برضو في نهايته، والكاس بيبقى في نفسه برضو في شهر ابريل في شهر 4. فعندنا 5 يعني تحديات مهمة باذن الله نتمنى ان ربنا يوفقنا فيهم كلهم. واحنا بدأنا الاسبوع اللي فات، يعني ده تاني اسبوع نشتغل فيه، بس احنا بادئين يعني زي ما بيقولوا في الرياضه على خفيف كده، لسه الموسم بالنسبه لنا طويل. يعني احنا من المفترض ان احنا هنشترك في 5 بطولات، دوري وكاس وسوبر ده المحلي، وفي البطوله العربيه والبطوله الافريقيه. فبالنسبه لمعظم الفرق فهو موسم بيعتبر طويل. اللي خلانا نبدا بدري ان احنا اللي فيها كذا هدف، يعني منهم هدف ان اللعيبه اللي هي اتخرجت من المنتخب في الفتره دي بيتم تجهيزها عشان المنتخب يخلص بطولة البحر المتوسط، يرجع نحاول نضم ليهم عشان يطلعوا معاهم بطولة العالم اللي هتتلعب السنة دي. وممكن في احتمالية في بطولة يعني ممكن نتكلم ساعتها في وقتها، في بطولة قريبة يعني ممكن نطلعها، فده برضو يعتبر إعداد ليها. والله احنا يمكن حضرتك زي ما شفت كده احنا بدأنا بدري شوية عن المعتاد، يعني طبعا عشان الموسم اللي جاي طبعا موسم طويل قوي، غالبا 5 بطولات أعتقد، فكان لازم التحضير ليه بقى من بدري. فاحنا بدانا بدري عشان كده، يعني يمكن المفروض نبتدي بعد العيد، بس احنا بدانا يمكن بقى لنا 2 أسبوع يمكن او اكتر. وطبعا كابتن شريف يمكن محضر كل حاجه من بدري خالص، من قبل اصلا ما الموسم يبتدي. فزي ما حضرتك شايف يعني كان الاحسن ان احنا نبتدي بدري. يعني اكيد طبعا احنا طبعا ما بنقولش ان الموسم اللي فات ده المكسب ممكن يقدر ياثر علينا في اللي جاي، طبعا هي خلاص خطوه وعدت واحتفلنا وكل حاجه. ان شاء الله بنبتدي صفحه جديده، وشايف ان اللي جاي ده اهم ان احنا نبني عليه ان شاء الله باذن الله. يمكن السنه اللي قبل اللي فاتت ابتدينا وكسبنا بطوله الكاس، السنه اللي فاتت خدنا الدوري والكاس، ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرنا والموسم اللي جاي نقدر نحقق بطولات اكتر. يعني اخيرا بقى كلمه من حضرتك لجمهور نادي الزمالك. مفيش والله، بشكرهم طبعا على دعمهم طبعا الدائم في كل الاحوال، يعني في الخساره قبل المكسب، ودايما في ظهرنا ان شاء الله، ونكون عند حضنهم ان شاء الله باذن الله. بس مع رجوع المستشار مرتضى منصور والنائب احمد مرتضى كان، وكان هو كمان حته ان هو يبقى مسؤول على العاب الصالات دي كان سبورت جامد لينا ولكل الالعاب. ده خلاك كان طبعا الجماهير عارفه ان احنا ابتدينا الموسم اللي فات كان بشكل سيء يعني، بس مع الاهتمام لما بدا يبقى موجود يعني الموضوع خلص. يعني هي ما فيهاش، هو كل ما بتهتم بفرقه واثنين وثلاثه التارجت بيبقى سهل. زي ما انت شايف شغالين اهو، يعني نبدا من بدني من الاول عشان نظبط عشان الموسم طويل. واحده واحده بقى نخش في اجواء الماتشات، هيبقى في بطولات وديه قبل الدوري ان شاء الله، وواحده واحده هنخش في الاجواء ان شاء الله. طبعا انت تاخد البطوله اسهل من انت تحافظ على البطولات. احنا يعني نوعد جمهور الزمالك زي ما خدنا البطولتين ان شاء الله السنه اللي فاتت، السنه دي ناخد 3 باذن الله، يبقى في افريقيا كمان باذن الله. محمد كلمه بقى من حضرتك لجمهور نادي الزمالك، بتطلب منهم ايه الموسم القادم ان شاء الله؟ والله انا بطلب يفضلوا يدعمونا كده، وان شاء الله بوعدهم ببطولات اكتر، وباذن الله يعني 3 بطولات بتاعتنا باذن الله. كل التوفيق للفريق الاول الكره الطايره بنادي الزمالك اللي قدروا يفرحونا الموسم اللي فات بالثنائيه، وان شاء الله يفرحونا بالثلاثيه الموسم اللي جاي باذن الله. دي يمكن برضو اهم اخبار الكره الطايره. خلينا نتعرف على اهم اخبار كره اليد. ودي يحيى عملها يسيبها الحسن وليد، بعد جديد الجديد والمفيد في ايدك يا حسن يا وليد. ويحيى بيلعب كوره حلوه قوي لشادي على الدايره، ولكن ده معادل كريم الداوي في التميز داوي.
إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور خلاص بتضع الرطوش الأخيرة بالنسبة لملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد اللي هيقود الفريق بداية من الموسم المقبل، وده بعد رحيل الإسباني أوليفر روي بنهاية الموسم اللي فات. وزي ما قلنا لكم إن الأستاذ أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف على ألعاب الصالات بالنادي بيقود المفاوضات مع مدير فني أجنبي عنده سي في كويس جدا وتقيل يعني، علشان يتم التعاقد معاه، وهيتم الإعلان الأسبوع اللي جاي إن شاء الله عن اسم المدير الفني. ده أبرز الأخبار طبعا عن كرة اليد. خلينا نروح لأهم أخبار البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط. منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باراندو اللي اختتم استعداداته النهاردة قبل مواجهة منتخب تونس بكرة في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدورة ألعاب البحر المتوسط، واللي هتتلعب الساعة 11 صباحا بكرة إن شاء الله الخميس بتوقيت القاهرة. المنتخب الوطني خاض التدريبات وسط حالة من التركيز والحماس على جميع اللاعبين، خاصة ان منتخب تونس زي ما قلنا لحضراتكم وزي ما حضراتكم عارفين ان هو المنافس الاقوى في المجموعة، والمنافس كمان التقليدي لمنتخب مصر في القارة الافريقية، واللي بنستعد من خلال دورة العاب البحر المتوسط للبطولة الافريقية طبعا اللي هتنظمها مصر الشهر اللي جاي وهتكون هنا في القاهرة باذن الله. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. بكرة أو مباراة بكرة أمام تونس هي مش مجرد مباراة في دورة ألعاب البحر المتوسط، لا هي مباراة مهمة جدا 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 لمنتخبنا كنوع من الاستعداد للبطولة الإفريقية أمام المنافس الأشرس بالتأكيد. برضو كان في لفتة طيبة جدا من منتخب مصر وجهازه الفني أنهم كان في زي احتفال بسيط كده بعلي زين طبعا نجم برشلونة الإسباني لفوزه ببطولة أوروبا مع فريقه، معنويا حاجة حلوة قوي أنه علي يلاقي الاستقبال ده من فريقه زي ما حضراتكم شايفين الصورة على الشاشة. لفتة طيبة جدا من منتخبنا الوطني وجهازه الفني والإداري بالتأكيد. احنا كمان بنبارك لعلي، علي من الناس يعني اللي بجد بنفتخر بيهم لانه بيرفع اسم مصر في العالي، وكان زي ما كلنا شفنا وهو بيتكرم حتى في بطولة اوروبا كان حاطط علم مصر على كتفه، بنتمنى له التوفيق في كل ما هو قادم، ونتمنى له التوفيق مع منتخبنا الوطني في دورة العاب البحر المتوسط والبطولة الافريقية ان شاء الله. نروح للبطل العالمي محمد عبد الموجود لاعب منتخب مصر للجودو اللي توج بالميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 66 كيلو جرام. عبد الموجود حصد الميدالية الذهبية بعد فوزه في كل المباريات بالإيبون، ونجح كمان في الفوز على بطل قبرص في دور ال 16 قبل ما يفوز على المغربي عبد الرحمن بوشيتا بنفس النتيجة في نص النهائي، والفوز على بطل إيطاليا في النهائي بنفس النتيجة. وفاز اللاعب يسري سامي بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 60 كيلو جرام للجودو بدورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على لاعب الجزائر بالإيبون. يسري سامي طبعا كان خسر في نص النهائي من بطل تونس ولعب على الميدالية البرونزية وقدر انه يحققها ويضيف ميدالية جديدة لبعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط. يسري سامي كان اتأهل للدور قبل النهائي في وزن 60 كيلو جرام بعد الفوز على لاعب سوريا في دور الثمانية. يعني ميداليات محترمة جدا منتخباتنا بتحققها سواء على مستوى الألعاب الفردية طبعا ولسه الجماعية كمان بإذن الله في دورة ألعاب البحر المتوسط، ودي حاجة محترمة جدا جدا جدا، وتبين أن الرياضة المصرية ماشية على طريقها الصحيح بالتأكيد.
يعني ولادنا في الألعاب الفردية والألعاب الجماعية في كل المحافل القارية والعالمية حقيقي بيعملوا عظمة، بيعملوا إنجازات محترمة جدا جدا جدا. نروح للاعب الجمباز المصري علي زهران اللي توج بالميدالية البرونزية في منافسات جهاز الحلق للجمباز بدورة ألعاب البحر المتوسط. حصد زهران الميدالية البرونزية بعد تحقيقه 14600 نقطة، فيما حصل التركي إبراهيم كولاك على الميدالية الذهبية برصيد 14855 نقطة، وحقق زميله التركي الآخر آدم أصيل الميدالية الفضية بعد حصوله على 14750 نقطة، فيما جاء المصري الآخر عمر العربي في المركز الخامس برصيد 14200 نقطة. نروح لبطل الرماية المصري عزمي محلبة اللي حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الرماية اسكيت لدورة ألعاب البحر المتوسط. بعثة منتخب الرماية بتضم كل من إليساندرو نيكوترا المدير الفني واللاعبين عبد العزيز محلبة وأحمد زاهر وماجي عشماوي وسحر طلعت. كل التوفيق لكل أبطالنا في دورة ألعاب البحر المتوسط سواء على مستوى الألعاب الفردية أو الجماعية. بعد ما خلصت أخبارنا عايز أقول كالعادة أن الكل قصة بطل والكل بطل حكاية. وبطل قصتنا النهارده كابتن باسم السبكي اسطوره كره اليد الزملكاويه والمصريه السابق اللي بجد يعني على مستوى هو حارس مرمى كان عامل انجازات محترمه وعلى المستوى التدريبي مع كل الانديه اللي درب فيها واخيرا مع طبعا الترجي عامل عظمه يعني عامل حقيقي نتائج محترمه ومشرفه جدا. خلينا نشوف التقرير ده عنه وبعدين نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا كابتن محمود حسين نجم الزمالك السابق لكره اليد وكابتن طارق لطفي مدرب الزمالك السابق لكرة اليد وحديث عن فريق الزمالك ومنتخب مصر ومشاركته في دورة ألعاب البحر المتوسط ومباراته المرتقبة غدا أمام المنتخب التونسي، ولكن كل ده بعد بطل القصة وبعد الفاصل. استنونا. حارس مرمى من طراز فريد ومدير فني عبقري كتب تاريخ كبير مع كرة اليد الزملكاوية والمصرية وكمان العربية بعد فوزه بثلاث بطولات تاريخية مع نادي الترجي التونسي. باسم السبكي واحد من أبناء الزمالك المخلصين اللي ابتدى مشواره مع الساحرة الصغيرة بين جدران القلعة البيضاء من سنة 1983 ولحد سنة 1997، يعني حوالي 14 سنة كانت مليانة بالإنجازات والبطولات سواء مع الزمالك أو منتخب مصر، علشان كده استحق ان يكون بطل قصتنا في ملوك الصلاة. حقق باسم السبكي مع الزمالك بطولات كتير منها 5 ألقاب للدوري وزيهم في كأس مصر، وكمان فاز مع الكوماندوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين، الأولى سنة 1986 والتانية سنة 1991. بطل قصتنا شارك مع منتخب مصر في بطولات كتير منها بطولة العالم 3 مرات، وفاز مع فراعنة كرة اليد ببطولة إفريقيا مرتين، ده غير مشاركته في الأولمبياد. وبعد اعتزال اللاعب اتجه باسم السبكي للتدريب وكانت بدايته مع نادي الزمالك اللي كان ولا زال عاشق لي سنة 1997، ودرب فرق الناشئين والشباب قبل ما يدرب منتخب مصر في الفترة من سنة 2002 لحد سنة 2006، وحقق بطولة إفريقيا مع الفراعنة علشان يبقى فاز بيها وهو لاعب وهو مدرب كمان. وبدأ مسيرته مع التدريب بالدول العربية مع منتخب الكويت من سنة 2006 لحد سنة 2009، شارك معهم في بطولة العالم مرتين وكسب لقب بطولة آسيا 3 مرات قبل ما يرجع مصر ويدرب منتخب الشباب ويقودهم في بطولة العالم، وبعدها رجع الكويت تاني والمرة دي كانت مع نادي كاظمة قبل ما يرجع ويدرب منتخب مصر من تاني. وفي سنة 2019 رجع باسم السبكي لبيته نادي الزمالك وتولى قيادة الفريق الأول لمدة موسمين فاز فيهم بدوري المحترفين ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، وكانت آخر إنجازات باسم السبكي الفوز بثلاثية تاريخية مع نادي الترجي التونسي بعد ما توج ببطولة الدوري المحلي والبطولة العربية للأندية وكأس تونس. رحلة كبيرة من العطاء في عالم الساحرة الصغيرة استحق عليها باسم السبكي إن يكون بطل لقصة من قصص الأبطال في نادي الزمالك اللي هيفضل مليان بالأساطير على مر التاريخ.
عودة لحضراتكم مرة أخرى ولسه مكملين حلقتنا ومنورني وشرفني اتنين من نجوم كرة اليد المصرية بالتأكيد منورني وشرفني كابتن محمود حسين. دايما بقول اللي ما اتفرجش على كابتن محمود حسين وهو باك رايت فاتوا كتير قوي قوي يعني منور الدنيا كابتن محمود. ربنا يخليك أهلا بيك وأهلا بقناتنا الجميلة. أهلا بحضرتك وطبعا دكتور طارق لطفي يعني منور الدنيا دكتور. ميرسي يا نيرة وسعيد جدا بلقائك النهاردة وسعيد جدا أكتر بأن أنا شايف محمود حسين عمر وجيل وتاريخ طبعا يعني حبيبي محمود فسعيدة أن احنا نبقى مع بعض النهاردة. طبعا طبعا خلينا نبدأ بكابتن محمود ونتكلم سريعا كده. الناس كلها يا كابتن محمود مترقبة بكرة مباراة تونس ولكن قبل ما نتكلم عن مباراة تونس هنروح لها أكيد بس خلينا نتكلم عن مباراة إيطاليا ومباراة صربيا ونبدأ مباراة إيطاليا. شوية الناس كانت مستغربة النتيجة ليه مصر تكسب الفرق القليل ده بس وليه مثلا كانت ناس كلها متوقعة نكسب 10-15 كلام زي كده يعني لأنه منتخب إيطاليا غريب عننا شوية بس كان في عنصر مفاجأة أنك تعرفش المنتخب ده فشفت مباراة إيطاليا إزاي؟ والله يعني أنا شايف يعني أولا أن احنا عايزين نتفق أن بطولة البحر الأبيض دي هي إعداد لبطولة أفريقيا اللي في مصر طب. فإحنا بنعد منتخب لبطولة جاية وده يعتبر أول تجمع للمنتخب بعد فترة وأنا شايف يعني فرقة إيطاليا هي فرقة غريبة علينا ما بنلعبهاش كتير فرقة مش ولو حطيناها في التصنيف مثلا الأوروبي تخش مثلا تالت أو رابع في التصنيف فإن احنا نعمل عليها مباراة قريبة ده طبيعي دي أول مباراة في البطولة البحر الأبيض يدوب وصلنا عملنا تمرينة ولعبنا المباراة وأنا شايف إن ده طبيعي وفي نفس الوقت احنا المدرب برضو بيظبط ورقه وبيشوف اللعيبة كان عندنا نقص علي زين برضو مش موجود محمد ممدوح يحيى يحيى خالد كان في كذا لعيب مش موجودين بس يعني شايف ان الفرقة ما شاء الله كويسة وبان ده في مباراتنا مع صربيا صحيح طبعا احنا برضو فرقة صربيا والفرق اللي موجودة جاية بالسكن تيم وبتشوف الفرق بتاعتها لكن احنا في الاخر احنا بنعد انا شايف ان ده اعداد طبعا. فما نقدرش نهكم على الفرق ونقول الفرقه مشت جون بجون او الفرق قليل لكن الفرقه بتلعب يعني انا شايف انها مش وحشه يعني صحيح. دكتور طارق برضو عايز اسالك عن نفس المباراه مباراه ايطاليا هل عنصر المفاجاه بيبقى سلاح ذو حدين يا اما تكسب فرق سكور يا اما تبقى بتكتشف فرقه انت مش عارفها اساسا يعني تقليش في الوقت او في السنوات الاخيره دي احنا قابلنا ايطاليا خالص سيناريو هي منتخب مصر دلوقتي بقى وصل من الخبره ومن النضج ان هو بقى بيصنف من الفرق الكبيره خصوصا في الدخول في البطولات الفرق الكبيره كلها في البطولات بتدخل او بتشترك في البطوله ستيب باي ستيب خطوه خطوه وده اللي بيعمله منتخب مصر حقيقه وانا بتفرج على الماتش انا شايف ان منتخب مصر بيلعب بشكل احترافي كبير جدا بيلعب الدور الاولاني باقل مجهود بـ 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 باريحيه كبيره جدا في المباراه لانه هو عارف ان هو هيكسب المباراه فما فيش فرق كبير او في الادوار النهائيه ان انا اكسب جون 2 10 15 مش تفرق معايا هو منتخب مصر بيبقى عنده تارجت او عنده هدف اللي هي المباراه النهائيه فانا شايف ان منتخب مصر يعني بيلعب بطوله البحر المتوسط باحترافيه كبيره جدا اللعيبه وصلوا لمرحله من النضج ان هم شايفين البطوله او رايحين للبطوله زي زمان لما كنا بنشوف في كاس عالم او بطوله كاس عالم ان فرقه المانيا مثلا اللي بتاخد بطوله كاس العالم في الادوار التمهيديه ممكن بتتعادل مع فرقه اقل منها او بتكسب جون بالعافيه ده اللي بيعمله منتخب مصر دلوقتي ان هو بيلعب الادوار التمهيديه بشكل لكن هو باصص للنهايه فانا شايف ان الماتش طبيعي جدا والناس ما تقلقش لان منتخب مصر بقى فريق كبير بقى فريق ناضج بقى فريق تقيل سواء في عناصره او في جهاز التدريب اللي شغال معاه يعني افهم من كلامك يا دكتور ان باراندو لعب على قد المباراه طبعا طبعا كان واضح ده بيلعب على قد واللعيبه كمان يعني اللعيبه كمان هم فاهمين يعني هم بيلعبوا ايه ودي مهم جدا ان اللعيبه بقى عندها النضج والخبره دي ان انا بلعب ازاي والبطوله انا رايح فيها لفين صحيح توي كابتن محمود شفت مباراه صربيا ازاي بدأت شوية جون بجون الدنيا صربيا مثلا تفوقت بعض الوقت ولكن بعد كده منتخبنا قدر ان هو لا يفوز بالمباراة في النهاية والله يعني فرقة صربيا فرقة كويسة وفرقة محترمة بتلعب هاندبول حلو واحنا زي ما قال كابتن طارق ان فرقة منتخب مصر فرقة تقيلة وليها وزنها
فانا شايف المباراه دي احنا انا شايف يعني في المباراه عموما عندنا حراسه مرمى ما شاء الله قويه جدا طبعا عصام الطيار وكريم هنداوي الاثنين الله اكبر ده بينزل شوط ده بينزل شوط ما عندنا احنا عارفين في كره اليد ان الجون ده بيبقى نص الفرقه يقدر يشيل الدفاع يقدر يشيل حاجات كتير اخطاء الدفاع كلها حارس المرمى هو اللي بيلمها ما شاء الله عندنا كان الشغل الميزه ان كل المراكز بتاعتنا بقت شغاله يعني احمد الاحمر شغال حسن قداح سيف الدرع بكار سند ما شاء الله يعني ما شاء الله ربنا يحميه تاني هداف الدوري الفرنسي تاني هداف الدوري الفرنسي ما شاء الله الله اكبر عليه حد محترم ولعيب تقيل جدا ما شاء الله عليه عندنا احمد عادل محمد طارق طبعا يعني انا كنت بقول قبل كده مره وانا قاعد معاكي ان باروندو ما شاء الله عنده فرايتي للاختيار دي مش موجوده كانت في فترات مش موجوده طارق صحيح مفيش ما عندناش اجنحه ما كانش عندنا اجنحه كنا بنعتمد على الاحمر وعلى كام لعيب ومفيش حد تاني محمد ممدوح هاشم ما عندناش حد تاني بس بقى عندنا دلوقتي لعيبه تقيله بتقفل معايا في النص وبشتغل على الاجنحه ففرقه صربيا كانت فرقه حلوه لعبت شويه وبعد كده خلاص مصر سيطرت على الجيم زي ما قال طارق مصر عارفه بتعمل ايه المنتخب وفعلا اللعيبه بقت ناضجه حتى لما شفنا احمد هشام دودو من هو لسه طالع من بطوله الشباب الفريق الاول تحس ان هو لعيب ناضج لعيب يعني وده يمكن صعب يا طارق في فرق كتير ولعيبه كتير احنا نفسنا لما طلعنا من الشباب للدرجه الاولى خدنا شويه وقت عشان ناخد خبره ده تحس ان هو طالع مستوي من تحت فده ما شاء الله حاجه كبيره فكره يعني. ان هو كمان عمل مركز محترم او عمل انجاز محترم مع منتخبه وكمان لما طلع الاحتراف حسن هو نضج ما شاء الله قبل اوان وربنا يحميه كمان الراجل بحس ان هو معتمد على المدرسه الحديثه في الهاندبول اللي هو لا كل المراكز عندي نجوم كل المراكز بعتمد عليهم ما فيش حاجه اسمها الخط الخلفي هو اللي يخلص لا بالعكس اوقات كتير جدا بيكون الخط الامامي هم اصحاب عدد الاهداف صحيح. الاكتر في صحيح. المباراه فده مهم جدا طيب مباراه تونس يا دكتور بكره شايفها ازاي والله انا شايف يعني بدون تحيز ان انا يعني مصري او يعني بدافع عن منتخب بلدي حقيقة أنا شايف إن منتخب مصر بقى يعني في مرحلة تانية خالص إن إحنا نفكر على إن إحنا في صراع ما بيننا وما بين أفريقيا دلوقتي حقيقة الإخوة التوانسة يعني لهم كل الاحترام والتقدير طبعا. لكن الكرة اليد التونسية بتمر بمرحلة والمرحلة دي هتاخد منهم وقت شوية في الإعداد إحلال وتجديد شوية بالظبط لكن منتخب مصر دلوقتي بقى في مرحلة تانية فرقة جامد جدا وده باين جدا في عدد اللاعبين المحترفين عندنا في المنتخب المصري والدوريات اللي بيلعبوا بيها بره مصر حتى المستويات بتاعه اللعيبه بتاعتنا المحترفين هم بيروحوا الانديه الكبيره خارج مصر وكمان هم من العناصر المؤثره دي مش واضحه في المنتخب التونسي يعني حتى الدوريات الكبيره المشترك فيها دي مش فارقه الاحتراف الخارجي فاد منتخب مصر جدا طبعا. تجربه الاعتماد على المدرب الاجنبي خصوصا المدرسه اللي هي إسبانية. الاسبانيه عامله فرق كبير جدا مع اللاعبين خصوصا المرحلة اللي هي في الفترة الأخيرة آخر 3-4 سنين الجيل اللي بيلعب مع بعض ده بقاله وقت مع بعض وقت كبير مع بعض ابتدى يحصل اندماج ابتدى يحصل توافق جامد جدا بقى فيه عدد مراكز واحد أو اتنين أو تلاتة في كل مركز ده عاطي مساحة زي كابتن محمود ما قال عاطي مساحة للمدرب إن هو يعمل الاستيميشن بتاع توزيع الملعب فدي من مواصفات أو من مقاومات الفرق التقيل منتخبنا كمان عمل مرحلة الإحلال والتجديد بشكل منظم قوي واحترافي قوي يعني ما حسناش انه انا ما حسيتش مرحلة الإحلال والتجديد بالزبط. حسيت انه طول الوقت الموضوع اتمرر بطريقة منظمة جدا واحترافية صحيح. جدا صحيح. الخبرات موجودين ومتوسط الأعمار موجودين والناشئين موجودين فحسيت انه ما شاء الله الفريق كله نجوم مزبوط. والتوليفة حصلت بشكل منظم مزبوط. جدا جدا مزبوط. طيب كابتن محمود برضو عايزة اعرف رأي حضرتك في مباراة مصر امام منتخب تونس بكرة خاصة انها مش مجرد مباراة في دور المجموعات لا هي كمان هندي بيها رسالة لبطولة افريقيا طبعا كابتن طارق قال كلام جميل وموزون حضيف عليه بقى جزئية كمان تكملة للكلام عشان ميبقاش الكلام مكرر احنا لما رحنا لعبنا تونس في افريقيا في عقر درة احنا كنا قلقانين جدا وخايفين عايز اقول لك احنا اتفرجنا مع باروندو على المباراه انا حسيت ان انا بلعب جوه مصر
بلعب في استاد القاهرة مش بلعب في رادس. عملنا جيم قوي جدا وانا كنت خايف ان احنا نتخبط خبطة جامدة من تونس. لأول مرة في التاريخ انك تكسب تونس في قلب تونس. ما كانش حد مصدق فانا عايز اكد على كلام كابتن طارق احنا بقينا بعيد. في فترة من الفترات تونس كانت هي اللي راكبة واحنا بعيد احنا بنجري. كابتن طارق طبعا راجل دكتور كبير وخبرة في كرة اليد عملية ونظريا عارف كويس ان احنا بناخد 10 سنين عشان نبني جيل صحيح. عشان اطلع جيل اللي هو قاله بقى لنا 4-5 سنين الفرقه دي بتشتغل وانت قلت يا نيره ان يعني مثلا انا النهارده بحافظ على احمد الاحمر الخبره والخبرات اللي معاه وادخل اعمل احلال وتجديد اشوف اللعيبه اجدد انا عمال اجدد مش بحل بخلي الخبرات اللي هي شايله لي الفرقه وبجدد عليها الشباب ومساعدني في دم طالع لي منتخبين اللي كانوا 98 و2000 طالع لي حاجه عظمه لما بنيجي بنشوف بقى 2000 98 96 قصدي العكس سوري 98 2000 2002 2004 بكل ده بيعمل لك تجديد مش احلال تجديد اللي بيكبر ويعتزل خلاص بيخش حد مكانه بس لازم النهارده مين اللي بيوجه الخبره احنا لما طلعنا مع طارق في منتخب 70 هم كانوا كبار كان طارق كابتن الفرقه كنت بتلاقي دعم خالد العوضي المجموعه كلها اللي موجوده كان هي خبرات بتتنقل للي تحت وبيديلك المفاتيح بتاعته فبقى في فرقه قويه تونس ليها كل الاحترام والتقدير حبايبنا كلهم بس احنا بعيد مصر بقت بعيد لان احنا النهارده شفنا منتخب مصر في كاس العالم فاحنا بقينا نبص بقى على المراكز الثلاثه وان احنا نجيب بطوله عالم صحيح. ونحقق انجاز ما حصلش قبل كده على مستوى الايه الفريق الاول احنا رابع عايزين بقى نخش ناخد ميدالية عايزين ناخد ايه بطوله بقى عندنا فرقه تقيله تقدر تجيب حاجه كويسه فاحنا وفي نفس الوقت ايا كانت النتيجه بتاعت بكره احنا جماعه في بروفا يعني مش عارف ليه الناس بتزعل لما يبقى ماتش مثلا يعني بطوله البحر الابيض بطوله معتمده لكن هي في الاخر بروفا لبطوله افريقيا لا قدر الله لو حصل لي دروب ليه ازعل والدروب ده بيبين لي بعض المشاكل بعض الاخطاء اشوف حاجه انا ما كنتش شايفها كمدرب اقدر اعالجها في بطوله افريقيا احنا في صحيح 2008 في بكين اتغلبنا من الدنمارك فرق 13 جون او 14 جون تعادلنا معاهم في المباراه اللي في الاولمبيات نفسها المباراه الرسميه فبس انا اعتقد ان ما شاء الله الفريق ده عنده من الخبره كاس عالم 2021 مع الدنمارك كمان قدرنا ان احنا نوصل معاهم لضربات جزاء انت بتتكلم عن بطل اوروبا بطل اولمبياد بطل كاس تقيلة. عالم فرقة جدا فاحنا انا شايف كمان بقى ان منتخبنا زي ما قال طارق عنده من الخبره والثقل اللي هو لا ما ينفعش نخسر المباراه صحيح. يعرف امتى يجيب المباراه امتى يشد يعني عنده نضوج وفريق واعي صحيح دكتور طارق يمكن فرق شمال افريقيا شويه بتلعب على الجانب النفسي بشكل كبير خلال المباراه ازاي اتفادى ده اعلى بالسكور من الاول ان انا ما اسيبش المباراه تبقى قريبه علشان هم بيعرفوا يلعبوا على الجانب النفسي بشكل كبير اكتر مننا والله هقول لك على حاجه نيره الكلام ده يمكن كان موجود من 3-4 سنين فاتوا لكن دلوقتي اللي بيعرف يلعب على الناحيه النفسيه هو منتخب مصر منتخب مصر حلو قوي يعني منتخب مصر اخذ خبره كبيره جدا وانا مش متحيز لبلدي خالص والله بس انا بقول لك اللي فعلا حاصل بس دايما بحس ان مباريات شمال افريقيا اللي هي اكتر تونس يعني يمكن الجزائر والمغرب بعيد شويه ولكن دايما ماتشات تونس تحس انها فيها حرب نفسيه كده يعني مش شده نفسيه يعني مشروعه في الملعب بس المباراه بتبقى يعني من جانب المنتخب المصري يعني خلينا اقول على حاجه امبارح كان في غيابات اربع غيابات او من اربعه الى خمسه مؤثرين هنقول تقريبا 15% من قوه منتخب مصر محدش حس ان هو في فرق محدش قبل كده كان لما احمد الاحمر بيغيب مثلا كنا بنقول المنتخب المصري متاثر جدا لكن امبارح مع غياب يحيى خالد ومع غياب علي زين ومع غياب يحيى الدرع المنتخب بيلعب وبيلعب بقوه وجود الناس دي بتدي له قوه اضافيه انا اتوقع ان المنتخب المصري يعني في الفترة دي هو في مرحلة تانية خالص مباراة بكرة زي ما قال محمود ان هي مباراة تجربة لبطولة افريقيا مدرب منتخب مصري بيشوف الاوراق بتاعته بيعمل احلال وتجديد من غير احنا مش شايفين بس هو بيظبط اوراقه اللي هيلعب بيها بطولة افريقيا
مش عايز يكشف كل اوراقه للمباراه النهائيه في البحر المتوسط. البطوله احنا فزنا بيها، اهلا وسهلا مبروك. ما فزناش بيها، الاهم والاكبر هو الحدث بتاع بطوله افريقيا. صحيح. فيعني زي ما قال محمود، احنا مش عايزين يعني نحمل المباراه ازيد من 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 الوضع الطبيعي ليها. مباراة دور المجموعات يعني، وهنفتكر بكره ان شاء الله، هتفتكروا الكلام ان بكره المباراه هتبقى يعني من جانب المنتخب المصري يعني سايد جيم. يعني هتبقى مباراه يعني ان شاء الله سهله، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هتكون الساعه 11 الصبح كلنا يعني. ممكن لسه كنت قلت ممكن 11 الصبح دي تلاقي الشوط الاولاني وحش قوي عبال ما اللعيبه تفوق، لان احنا مش متعودين نلعب الساعه 11 في التوقيت ده. في التوقيت ده دي نقطه مهمه جدا. احنا طبعا عندنا بس يوم راحه، اكيد كوراندو هيشتغل عليها، الناس هتنام بدري شويه، هيحاولوا انهم يصحوا بدري شويه. احنا كمصريين عارفين يعني 11 الصبح دي لازم قبل 6 معرفش، لازم يصحيهم من 6 7 الصبح تمرينه خفيفه كده، استريتشات ويفطروا ويبداوا يجهزوا نفسهم للمباراه يعني. هي دي فعلا ممكن تكون المشكله. هل نتيجه المباراه بكره ليها تاثير على بطوله افريقيا، ولا دي حاجه ودي حاجه احنا بنستعد؟ مش طبعا لما نكسب تونس واحنا باللعيبه واحنا كسبانين، ده هيعمل ستريس اكتر على تونس. ولما تكسب فرق سكور هتطمن زياده وزياده يعني. وفي نفس الوقت طبعا لا قدر الله لو خسرنا من تونس او تعادلنا، هيبقى ده برضو هيديله فرصه ان هو ايه قريب هيجي في البطوله هيعافر. بس انا اعتقد ان شاء الله ان احنا منتخبنا رجاله وهيأدي جيم كويس، ودي بروفا ليهم. كل واحد النهارده بيجي محترف او بيجي من ناديه من مصر عايز يأدي اداء جيد وعايز يظهر بشكل كويس، يظهر الشغل الجماعي لمنتخب مصر. صحيح صحيح. طيب ده يمكن كل ما يخص المنتخب، لكن دكتور من خلال متابعتك لدورة ألعاب البحر المتوسط، شايف أنه إن شاء الله لو منتخبنا الوطني يعني اتأهل لدور الأربعة، شايف مين أصعب الفرق اللي ممكن تبقى في طريقه؟ نيرة لسه يعني الرؤية مش باينة يعني، أنا متابع أكتر من مباراة، بس هي الرؤية حتى الان مش متضحه تماما، لانه في منتخبات مش جايه بكامل قوتها يعني. بالظبط يعني زي احنا بنقول ايه، دي بروفا. بس انا حابب اضيف على حاجه دلوقتي. النهارده منتخب مصر كله هم لعيبه محترفين ودخلوا في السوق اللي هو سوق ان انا بقيت بتشاف من كل الناس، ودي بتدي منتخب مصر قوه اكتر، لان اللاعب اللي بيلعب في الملعب النهارده لازم كل مباراة بيلعبها بقوة جديدة جدا، لأن هو ده بالإضافة إلى سمعة منتخب مصر واسمه هو كمان تارجت للاعب نفسه. فأنا شايف إن منتخب مصر يعني لسه الرؤية مش باينة مين المباراة النهائية. ممكن بعد يعني بعد بكرة، مباريات بكرة، نقدر نحدد بالظبط أو نقول يعني الخريطة رايحة لفين. صحيح صحيح. طيب خلينا بقى نروح للزمالك يا كابتن محمود، ونتكلم شويه عن صفقات الزمالك والتجديد للاعبين، لان انا برضو اتكلمت امبارح قلت الصفقات اللي جت صفقات كويسه جدا، زي محمد ياسين، زي شادي، زي كل الكلام ده، ولكن النهارده التجديد للاعبتك هو ده الاهم، لانهم اتقل لعيبه في مصر موجودين في الفريق. فشفت الصفقات ازاي والتجديد للعيبه ازاي؟ والله تقريبا انا شايف ان هم تقريبا حسموا التجديد بالنسبه للاعبين، فاضل تقريبا لاعب او اتنين لسه ما حسموش الامر بتاعهم. واعتقد ان هم مش هيحسموا الامر الا لما يقعدوا مع المدرب الاجنبي الجديد. بس انا شايف ان احنا متاخرين شويه يعني، احنا داخلين على شهر 7 وعلى فتره الاعداد. مفروض طبعا ابناء النادي كلهم طبعا بيحبوا النادي وعايزين يبقوا متواجدين، بس انا كلاعب موجود لما بتخلص معايا من بدري انا ببقى مستريح وابتدي ابص ايه. بس المفروض ان بشير خلص، علي هشام، اكرم، فلفل، تالي محمد علاء لسه، لوكا لسه، في حد تاني، بكار خلص، اكرم خلص، كل يعني ناس كتير قوي خلص، محمد علاء متبقي، محمد علاء ومين تاني يا شباب؟ لا تاني محمد علاء بس، محمد علاء والسبكي تقريبا، محمد علاء ممكن والسبكي. وطبعا كلنا النهارده وامبارح قرينا خبر اعتزال محمد رمضان، هنتكلم يعني عليه. فاعتقد بس هو محمد علاء والسبكي يعني، فده الحد علمي بس كله اتحسن تقريبا خلاص يعني.
بالنسبه بقى للصفقات يعني حتى شادي احنا مخلصين معاه بشكل كبير، هو متبقي ان هو لما يرجع بس يمضي. بالظبط، لكن بالزبط. هو مخلص كل حاجه بالزبط. والولد مرحب بشكل كبير جدا ويبقى متواجد مع الزمالك وحاسم امره يعني. انا لسه انا وطارق في قبل الهوا كنا بنتكلم يعني على الصفقات واللعيبه كل ما بنحسم صفقاتنا بدري كل ما بيبقى دي فرصه كويسه. احنا طبعا كنا عارفين من بدري ان يحيى وسيف ماشيين، لازم يبقى عندنا حد موجود بدايل، مع ان انا شايف ان احنا عندنا فرقه تقيله حتى بدون صفقات. عندنا فرقه تقيله، ده حقيقي بصراحه. يعني لسه كنا انا وطارق بنتكلم على حسن قداح طبعا، فبنتكلم وبنقارنه باحمد العطار والاداء والقوه ده. يعني انا شايف ان حسن قداح يشيل فرقه مع طبعا وجود احمد وجود الخبرات اللي موجوده في النادي، اننا عندنا حراسه مرمى تقيله، عندنا فراوده محترمين، محمد طارق يعني مستواه ابتدى يظهر كمان، احنا شفناه في الدورات المجمعه وفي الكام ماتش التدرج اللي ما شاء الله محمد طارق بيعلى بيه حاجه محترمه مع شادي فهيبقى في شغل كويس. انا شايف ان احنا ما شاء الله عندنا فرقه كويسه، بس صحيح. عايزين بقى نشتغل ان عايزين ان شاء الله سرعه ان المدرب الاجنبي يبقى موجود. المفروض انه على الاسبوع الجاي هيتم الاعلان عنه، هو خلاص على فكره مع المدير الفني وبرنامجه يجي بقى جاهز ببرنامجه بشغله بالجهاز الكامل بتاعه ويبتدي يشتغل، لان احنا برضو عندنا يعني برضو لسه مش عارفين احنا هنشارك في البطوله العربيه ولا لا عشان التاهيل لكاس العالم للانديه، وانا شايف ان احنا لازم نبقى مشتركين فيها. احنا نتأهل اكيد، لازم نشترك فيها، لازم نبقى مشتركين فيها، دي فرصه يعني من ذهب. بالظبط بالظبط، فده كارت جاي لنا واعتقد ان احنا نقدر نشتغل عليه ونلعب عليه يعني. اكيد. طيب دكتور طارق برضو خليني اعرف رايك في الصفقات والتجديد وكل الكلام ده، والمدير الفني اللي خلاص تقريبا هو يعني موضوع محسوم وهو اجنبي، هو بس هيتم الاعلان عن الاسم الاسبوع اللي جاي، وغالبا مدرسة إسبانية برضو، فالمفروض أن الأسبوع الجاي هيتم الإعلان عنه، شايف كل ده إزاي؟ والله أنا شايف أن النادي الزمالك موفق السنة دي في اختيار بعض العناصر أو الصفقات اللي قدر يكمل بيها الفريق بتاعه. لو أنت فاكرة نيرة، أنا كنت موجود هنا في استوديو تحليل مباراة الأهلي والزمالك من حوالي 5 شهور كده، وكان محمد طارق كان أول مباراة لي، واحنا تنبأنا بان الولد ده هيبقى مستوى مولد نجم في المباراة. مولد نجم وهو ده فعلا مستواه طالع بشكل جميل جدا، والنجوم الصغيره دي بتاخد دورها لما بيتفضلها مكان صحيح. تقدر تلعب فيه. صحيح. هنتكلم دلوقتي على محمد رمضان، بس هي دي سنه الحياه. سنه الحياه طبعا، هو قرار صعب زي ما انت بتقولي، بس هو سنه الحياه ان انا هيجي عليا وقت وانا في عزي وفي عز نضجي هقول خلاص علشان يجي واحد زي محمد طارق يكمل المشوار ويطلع ويبتدي يطلع. نادي الزمالك انا شايفه وبتوقع السنه الجايه ان هو مع المدرسه التدريبيه الجديده، لو هي مدرسه اسبانيه، هينتقل بشكل كبير جدا. هيبقى الصفقات اللي جايه مدعمه مكمله العناصر اللي هي ناقصه. حسن قداح هيبقى ليه دور كبير جدا المرحله اللي جايه، لان هو عنده الولد عنده من الامكانيات والقدرات اللي تخليه احسن باك ليفت في مش في مصر، في العالم. صحيح. طويل، بيعرف يشتغل على رجليه، عنده خداعات، عنده رؤيه للملعب، بيسقط، بينط، بيشوط من مسافات بعيده. يعني هو مشروع باك ليفت محترم جدا، حل من اهم الحلول في اوقات كتير في المباريات. بالظبط. يعني غياب يحيى طبعا وسيف طبعا ده كبير جدا كلام جدا عليه. لكن اللي موجودين ان شاء الله يقدروا يسدوا. وانا شايف الصفقات ماشيه كويس مع وجود. ايه رايك في ياسين، خاصه ان قداح ماشي السنه الجايه، ايه رايك في محمد ياسين؟ شادي احنا خلاص احنا اتفقنا يعني ان شادي ما شاء الله عليه وصفقه هايله، بس ايه رايك في محمد ياسين؟ ياسين هو كان غاب شويه عن المستوى بتاعه. السنه اللي فاتت عمل مستوى كويس جدا في سبورتنج. صحيح. ياسين من النوع اللعيبه اللي بتلعب على المستوى العالي كويس مع التدريب ومع الاهتمام بنفسه وصحته ويتمرن، ومع فريق كبير زي نادي الزمالك انا اتوقع ان نفسيا حسن كمان لما المدير الفني بيعامله نفسيا حسن بيخلق. مع ياسين السنه الجايه هيبقوا ان شاء الله مفاجاه كبيره جدا، وهيبقوا مع علي هشام. علي لسه يعني انا شايف ان علي برضو مشروع لاعب ناجح جدا، بس علي لحد هذه اللحظه
لسه ما اخدش حظه تماما. حظه وحش في الاصابات كمان بس عنده كتير قوي على المستوى الدفاعي والهجوم جدا بصراحة. علي من الباكات اللي هو لا يختلف عليه اتنين ان هو زيه زي حسن قداح او المفروض الاتنين يبقوا على مستوى واحد يقدروا يشيلوا نادي الزمالك لمده 3 4 سنين قدام ان شاء الله. صحيح صحيح. طيب كابتن محمود اسالك الاول عن رايك في محمد ياسين قبل ما اسالك عن قرار اعتزال هتلر. طبعا كابتن طارق نجم نادي سبورتنج والمنتخب واتكلم عن محمد كويس ويعني هو لعيب تقيل بس لسه يعني هو لسه عايش شغل وهو زي ما بيقولوا بذره لعيب حلو فاعتقد ان وجوده مع نادي الزمالك هيطلع منه حاجه مختلفه. اعتقد اعتقد لان احنا طبعا يعني اكيد بيبقى فيه استشارات قبل ما نجيب اللعيب بالظبط. لو في لعيب اللعيب ده كويس وبعدين ممكن يكون هو موفق فيؤدي مع نادي الزمالك كويس وممكن يبقى مش موفق فيحصل له انتكاسه في النادي. ده دايما اللعيب اللي بيجي من بره النادي يعني. فبس انا اعتقد ان هو كمان المجموعه جميله وبامانه احمد الاحمر قائد جميل جدا بيعرف يلم اللعيبه وده بيبان واحنا بنتفرج بنشوفه اللعيبه بتحبه قد ايه بتسمع كلامه بيعرفوا يدخلوا اللعيبه اللي بتيجي من بره بيعرف يحطهم. وعايز اقول لك مش بيعرف يدخل ده في لعيبه بتيجي عشان الاحمر عشان الاحمر عشان كريم بيحبوا المعامله بيحب المدرسه دي فدي حاجه جميله. وعايز برضه اقول لك حاجه مش عايزين نغفلها احنا عمالين نفكر على الصفقات اللي بره احنا عندنا 2002 و2004 المفروض نشتغل عليهم صحيح. عندنا دي حقيقة. في باك ليفت كويس في 2002 معلش مش فاكر اسمه لعيب كويس جدا في 2 او 3 او 4 في 2002 المفروض السنه الجايه دول في الدرجه الاولى صحيح. عايزين يشتغلوا عليهم وفي 2004 في شويه لعيبه محترمين زي ما طلعنا محمد طارق ومن قبلهم مازن رضا وحازم ممدوح لازم ناخد بالنا من اللعيبه دي لانها هتفيدنا. محمد طارق اهو في منتخب مصر دلوقتي درجه اولى. الاهم السنه الجايه محمود ان المدرب الاجنبي اللي جاي ده ما يبقاش باصص على الفريق الاول بس يبص على 2002 وعلى 2004 كمان لان انا اعتقد يعني دي رؤيتي ومش يعني ان شاء الله على بعد شهرين ثلاثه هيبتدي ياخد ناس من الفرق دي تبتدي يعني بالذات 2002 يضمها للفريق الاول. صح. انا عايز اضيف على طارق مش يحط عينه بس بل بالعكس يتدخل في التدريبات بالزبط. والبرنامج بتاع 2002 و2004 أوه. مش يتدخل يقعد ويعمل كونسلتيشن احنا نستفيد بيه جايبين طبعا. مدرب اسباني تقيل محترم عنده سي في حلو استفيد بيه مع مدرب 2002 ومدرب 2004 طبعا. زي المدرسه الالمانيه زي المدرسه الفرنسيه اشتغلوا بنفس ده فكر حديث. انا بشوف ان احنا المدرب اللي جاي درجه اولى ده هي يعني انا اسفه يعني هي مش سبوبه انت جاي تمسك الدرجه الاولى وماليش دعوه بالباقي يعني عندنا حتى في الفولي معرفش اكيد تعرفوا كابتن شريف الشميرلي الراجل اول ما جه هو اصلا محاضر دولي الراجل اول ما جه ما اكتفاش بفكره انه الدرجه الاولى وخلاص الراجل بدا يعمل سيمينار للمدربين في الجهاز كلهم فدي يعني هو ما حدش طالبه بده على فكره بس هو قال لك ان هو محاضر دولي فليه النجاح ما يبداش من تحت ليه دايما عندنا مفهوم ان النجاح في الدرجه الاولى بس او المرتبط بالكتير غير كده انا مش مركز. عايز اقول لك ما شاء الله كابتن طارق كان مدير النشاط الرياضي في سبورتنج وكان ماسك الاكاديميات مش عشان هو قاعد ولا عشان صاحبي وعشرة عمر كان عامل شغل محترم جدا على طبعا. فكرة وأي حد في الوسط عارف يعني إيه ناشئين سبورتنج عارف يعني إيه شباب سبورتنج طبعا. يعني إحنا انتزعنا 2004 من سبورتنج و2002 كانت سبورتنج واخدها فرق تقيلة عندهم شفت يمكن في 2004 ابن مروان وقابلته وسلمت عليه في شويه لعيبه حلوه فاحنا كمان قبل ما كنا بنتكلم في الموضوع ده في نادي الزمالك على مستوى الناشئين والشغل اللي يتم والمحاضرات والدكتور احمد دعبس ومجهوده مع العطار وحسام غريب فكجهاز إن اللي تحت دول انا ممكن يبقى عندي مدرعات تطلع النجاح عمره ما بيكون في الدرجه الاولى بس النجاح لو عايزه يبدا بجد ويستمر النجاح المستمر بيبدا بالاكاديميات مش حتى من البراعم او بس من الناشئين لا من الاكاديميات من تحت فده مهم جدا وطبعا سبورتنج من اكتر الفرق وسموحه والطيران والشمس يمكن الاربع نوادي دول من اكتر الانديه اللي بجد بتطلع قطاع ناشئين هايل غير طبيعي صحيح. بيكسبوا عدد بطولات غير طبيعي وكمان عندك سبورتنج يكفيك ان سبورتنج يعني هو الفريق الوحيد اللي احرج الفريقين الكبار في الدوري يعني فده طبعا مش حاجه
مش معروفة لحد يعني، معروفة للناس كلها. طيب دكتور طارق هرجع لك، وبعدين برضو هرجع لكابتن محمود في قرار اعتزال محمد رمضان، شفته ازاي؟ شفت ان هو حب انه يخرج من الباب الكبير وانه عنده حق في القرار ده، ولا لا كان ممكن يستنى سنة تاني وعنده انه يقدر يدي سنة كمان؟ محمد يعني كان ليا حظ ان انا اشتغل وهو موجود، واشتغلنا مع بعض وكنت انا المدرب. محمد من العناصر يعني الجميلة، اولا لاعب محترم، لاعب مهذب، خلوق، ملتزم، مدافع صلب جدا، بينقل الحماس لزمايله بشكل كبير. هو جدا. جرينتا قوي. هو عاشق لنادي الزمالك، عاشق للفانيلا البيضاء، عاشق لكوماندوز نادي الزمالك، حياته كلها نادي الزمالك. زي ما احنا قلنا سنة الحياة، انا اؤيد محمد في القرار رغم ان هو صعب. اخرج من الملعب وانا في عز مجدي، لان اللي جاي ممكن انا مش هقدر اادي فيه زي اللي فات. ممكن اقعد سنه كمان او سنتين كمان، لكن انا شايف ان محمد لا ياخد وقت بسرعه. محمد انا اتنبأ له ان هو هيبقى من اللاعبين من المدربين المتميزين جدا. محمد مخه كويس، يثقل نفسه بالدراسات من دلوقتي، ياخد دراسات بره مصر جوه مصر. محمد مكسب لنادي الزمالك وهو لاعب، وهيبقى مكسب لنادي الزمالك وهو كمان مدرب. نادي الزمالك لو عايز يستثمر بجد، يستثمر بجد في اولاده اللي زي محمد رمضان، يبتدي الناس اللي بتبطل دول يبتدي يعد جيل جديد من المدربين يقدر يشيل النادي لسنين جاي. صحيح. مش نفضل ندور كل شويه نجيب مين مدرب، لا. نادي الزمالك يعني كبير جدا بلعبته، وكمان كبير جدا بالكوادر اللي عنده. عندي محمود، لسه انا بتكلم مع محمود، ازاي واحد زي محمود ما يبقاش يعني موجود وجوه المجال؟ كابتن حسام غريب، كابتن احمد العطار، كابتن ايمن صلاح، كل الرموز دي هي دي كنز نادي الزمالك. نادي الزمالك قوي بالكوادر بتاعته، سواء لعيبه او اجهزه فنيه. محمد بتمنى له كل التوفيق. محمد راجل محترم، راجل جميل، اللي جاي بتاعه ان شاء الله هيبقى بنفس قوه اللي فات. طيب كابتن محمود شايف ازاي قرار اعتزال محمد رمضان؟ طبعا وتؤيده ولا شايف انه كان يستنى سنه رمضان كمان؟ لعيب كبير ولعيب محترم، وخدم نادي الزمالك كتير جدا، وهو صخر الدفاع نادي الزمالك، وتكمله لاخوه طبعا احمد هتلر، صخر الدفاع النادي والمنتخب. محمد رمضان لعيب محترم. موضوع ان انا ايد قراره او لا، هو صاحب القرار، هو ادرى القرار، فزي ما بيقولوا حيثيات القرار بتاعه بتقول ان هو يعني تعب كتير وعانى كتير وبذل مجهود كتير، وهو حاسس ان دي اللحظه يعني انا كده بخلص وانا سعيد وعندي انجازات واقف على رجلي. صحيح. ممكن اجي القرار ده اجي ابطل بعد سنه او سنتين، يبقى عندي بعض المشاكل الصحيه، ما اقدرش يحصل لي اصابه، لان ما شاء الله محمد رمضان عنيف، وطبعا كان قبل كده تعب طبعا فتره وفتره تحت العلاج. فانا شايف ان قراره قرار صائب، وان في نفس الوقت انت النهارده سبت فرد من كوماندوز الملعب، بس ان شاء الله تروح لكوماندوز المدربين. صحيح. انا مع طارق طبعا لازم يثقل نفسه بالدورات وياخد دورات خارجيه وبره مصر وجوه مصر. اوريدي اكيد خد دورات تدريبيه. ولكن خارج مصر بتهيألي دي محتاجها كمان. واعتقد كل اللعيبه خلال مسيرتهم بياخدوا دورات. ان احنا كمان عندنا مشكله ان اللعيبه الاسماء البراندد لما تيجي تبطل تبقى عايزه تمسك في فرق كبيره. انا شايف ان ده مش صح، مع حتى لو حد زعل مني. انا والله العظيم كنت لسه عايز اسالك، حتى لو حد زعل مني يعني بامانه انا شايف ان ده مش صح. لازم تبداها يعني من تحت. انا لما بطلت ومسكت المنتخب كاداري قالوا لي امسك في اصغر فرقه، خلوني اعمل تصاريح والف واروح الجوازات، وخدت كعب داير واقول لهم يا جماعه طب هاتوا لي مساعد يعني. انا محمود حسين، يقول لي لا في الاتحاد. فلما كبرت شويه والمنصب كبر عرفت ليه، عشان انا اتعلم كل حاجه. وانا اسم محمود حسين ده لعيب، لكن محمود حسين كاداري ما عندوش اسم، فانت لازم تعمل اسمك،
تبذل مجهود. لما بقيت مدير المنتخبات انا متفقه معاك، بقى اللي يجي يكلمني في حاجه لان دي قضيه مهمه جدا, جداً. يا جماعه ما بيتقلقش من الشأن، والله العظيم قضيه مهمه جدا. الناس اول ما بتبطل بتزعل، انت بتكون نجم كلاعب بس ممكن كمدرب لا تبقى محتاج انك طبعًا. تبداها من تحت طبعًا. لان انت وانت بتعلم الناشئ اصعب اصعب بكتير جدا, جداً. الناس فاهمه انت اللعيب الكبير ده ايه, يا دوبك كاتشانه 60 دقيقه مظبوط, يا دوبك, واي حد ممكن يعمل واحده تدريبيه ومعد بدني, ودي اللي مش بالظبط اي حد ممكن يعمل واحده تدريبيه ودي اللي مش هتقول انك مدرب قوي ولا لا. ال 60 دقيقه اللي انت بتقفهم ككوتش هم دول اللي بيبينوا انت مدرب تقيل ولا لا, لكن اي حد ممكن يعمل وحده تدريبيه مظبوط, لكن تبدا من تحت وتعلم الناشئ. الناس مش فاهمه قيمه الموضوع, وعايز اضيف الناس ما تعرفش ان المدرب عمر زمني. عمرك الزمني ايه في التدريب؟ فانا لما بنزل هو النهارده انا بقالي ساعتين تدريب غير بقالي 100 ساعه. النهارده كابتن طارق مدرب بقاله فتره, النهارده بقى محاضر دولي وناس وانا سعيد ان هو من جيلي وبتشرف بيه لما بشوفه في لايبزيج ان هو طبعا. المحاضر العربي الوحيد اللي موجود في المانيا, فحاجه جميله واحنا اصحاب وعشره ويعني وبيننا تاريخ كتير يعني. فعايز اقول لك في الاخر هو عمر زمني وطارق عارف كده يعني. الله يمسيه بالخير دكتور كريم مراد كان في فتره بيحاول يقنعني ان انا اسيب الاداره وامسك في التدريب, فقلت له انا مش سكتي. فكان بيتناقش معايا ان العمر الزمني للمدرب, انا لما انزل النهارده امسك تحت هيبقى عندي اداء صحيح. جيد وكويس صحيح. وفي حاجه تانية برضو على فكره صحيح. انا ممكن لما ادرب فرقه فوق ممكن اتحرق كمدرب, اتحرق. طب انا ابقى نجم ليه احرق نفسي فوق؟ ولما هتدرب فوق هيبقى هتشوف انه او الناس هتشوف انه مش حلوه في حقك انه ده كان فوق ونزل درب تحت. طب ليه ما تبداش من تحت؟ انا بقول ان التدريب ده عامل زي السواقه بالظبط. واحد صح. عايز يتعلم سواقه ولسه ما يعني هيبتدي واحده واحده, فهياخد العربيه ويخبط بيها شويه لغايه ما يعرف ان هو يمشي ازاي صح. الخطا في الكبير صعب جدا, فممكن يخلص على مستقبل مدرب. او حياه مدرب في بدايه حياته صحيح. لكن الافضل ان انا ابتدي اشتغل من تحت وابتدي اخد صحيح. الخبرات التدريبيه وانسى ان انا كنت في يوم من الايام لاعب او لاعب متميز او لان صحيح. انا هبتدي كارير جديد وهو التدريب صحيح. ومش بالضروره طيب. ان كل لا انا اسف يعني أفضل. كل لاعب كان متميز يبقى مدرب متميز, لا مش شرط خالص دي خلاص. دي لازم اثقل نفسي بالعلم بلس بقى العلم 70-80% وخبراتك كلاعب 20%. انا متفقه مع حضرتك في جمله انه مش اي لاعب مميز لازم يكون مدرب مميز, ومتفقه مع حضرتك انه مش لازم عشان انت لسه مبطل حالا فتمسك في الدرجه الاولى, لا لازم تبداها من تحت. انتوا الاثنين قلتوا يعني بجد نقطتين انا طول الوقت بشوف انهم صح جدا لازم. طيب كابتن محمود بس سريعا عشان وقتنا, وبرده هسال السؤال لدكتور طارق, الزمالك محتاج محترف ولا الناس اللي موجوده هتقوم بالمهمه يعني؟ اعتقد الناس اللي موجوده هتقوم بالمهمه بس طبعا غياب يحيى وسيف هيأثر برضه. يعوضوا محترف. والله اعتقد لو في وجود محترف ما محترف ثابت طول الموسم طبعا ثابت طول الموسم تبقى حاجه كويسه طبعا صحيح. ويكون في الباك ليفت اكيد. شايف انه الزمالك بالتوليفه اللي موجوده يقدر ولا محتاج محترف يا دكتور؟ انا هختلف مع اخويا محمود. اول مره انا شايف ان نادي الزمالك لا, ده نادي الزمالك اللعيبه بتاعته تطلع محترفين, لكن انا ما اجيبش محترف نادي الزمالك لا لا خالص. ممكن اجيب محترف لو انا محتاج بطوله او طالع افريقيا او طالع اي حاجه استعين بمحترف في الوقت ده, ده لو في احتياج, لكن في الدوري المصري اللعيبه بتاعتي قدها ودود يعني صحيح. شيل يعني. كابتن محمود نورتني وشرفتني وكنت سعيده جدا بوجودك معايا. سعيد بيكي وكابتن طارق, كانت مفاجاه جميله ان هو موجود معايا النهارده. شفت بقى ده والله ده من حسن حظي ان انتوا الاثنين, انا بحب التعامل معاكم جدا وبحب اخلاقكم وبحب فكركم الفني. نورتني وشرفتني يا دكتور. انا متشكر جدا يا نيره ومتشكر على اللقاء الجميل ده. اشكرك. متشكر على ان مع اخويا وصاحبي وعشره عمري محمود حسين, ومتشكر ان انا في قناه نادي الزمالك يعني قناتي المفضله وبيتي التاني يعني. طبعا طبعا نورتوني وشرفتوني. ودي كانت حلقتنا مع كابتن محمود حسين نجم نادي الزمالك السابق, ودكتور طارق لطفي طبعا المدرب السابق لنادي الزمالك والمحاضر الدولي اللي نوروني وشرفوني. اشوف حضراتكم ويوم السبت ان شاء الله في حلقه جديده من ملوك الصلاه. استنونا في نفس الميعاد وادعوا لمنتخبنا ان شاء الله يفوز على المنتخب التونسي بكره. سلام عليكم.